السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة، أنا بحب أعتذر لكم بس في البداية على التأخير، والله ضغطة كورسات مش أكتر. النهاردة إن شاء الله أنا هتكلم معاكم بس في جزء مهم جدا. أنا مش هتكلم في شرح السيستم، وإحنا إن شاء الله يعني مستمرين مع بعض، لكن أنا هتكلم في الـ الأخطاء أو الإمبلمنتيشن اللي بتحصل في السوق، لأن ناس شركات كتير بتكلمني فعلا. معظم الشركات مش مستفادة بالسيستم حقيقة، يعني يا إما الريبورتات أو يا إما التقارير is not enough for the company، يعني التقارير عندي مش enough للشركة. يعني دايما يعني احنا بنقول حتى لو ان الريبورتات it is not enough، يعني دي جاب بسيطة موجودة في الامبلمنتيشن، لكن المشكلة الكبيرة ان انا بقابلها مع الشركات في السوق ان الموديولز مش امبلمنتد، يعني الامبلموز نوت الموديولز نوت امبلمنتد. يعني ايه يا جماعه؟ يعني انت بتيجي تبص، لو افترضنا انا مثلا هنتكلم على جزء الفاينانس، تعالوا بس اقسم لكم السيستم كده اجزاء عشان يبقى الناس اللي عايزه تعمل، لان ناس كتير محاسبين وناس كتير سي اف او وناس كتير بتقول لي عايزه تعمل شيفت كارير، فهقول لكم بس على الجزء ده عشان تبقوا فاهمين ايه هو مكونات السيستم داينامكس 365 فاينانس اند اوبريشن. اول حاجه يا جماعه، السيستم مقسم الى 5 اجزاء. الجزء الاول اللي هو الفاينانس كونسلتنت او الاستشاري المالي، الجزء الثاني السبلاي تشين كونسلتنت، الجزء الثالث المانيوفاكتشرنج كونسلتنت، الجزء الرابع ريتيل كونسلتنت، وفي جزء خامس اللي هو بيخص الاتش ار والبيرول. وعندنا برضو لازم اي في وجهة نظري يعني اي استشاري لازم يبقى ملم، مع بالاضافة للجزء اللي يلمه اللي يخصه لازم بيبقى ملم بالسيستم ادمنستريشن، بالاورجنايزيشن ادمنستريشن موديولز، لازم يبقى ملم بالداتا مانجمنت، لازم يبقى ملم ب بعض الموديولز اللي هي مش موجودة في البارت الخاص بيه. فجينا مثلا لو جينا نرجع تاني برضو للجزء الاولاني اللي كنت بتكلم فيه، وهشرح لكم ايه هم ال4 اجزاء دول او ال5 اجزاء الكونسلتنت، لكن هرجع تاني للامبلمنتيشن. اولا يا جماعه، انا بشوف الامبلمنتيشن في السوق عندكم ان الموديولز زي ما قلت نوت امبلمنتد، او ان بيديله المينيمم امبلمنتيشن. يعني ايه المينيمم امبلمنتيشن؟ يعني مثلا لو جيت هلاقي جزء في الجي ال بيعتمد قولي على الانتريز الكود اليوميه اللي الدخل عنده، يعني ايه؟ يعني مش عامل فاليديشن على الانتريز، نقول مش مفعل الورك فلو. يعني يا جماعه حاجه غريبه جدا لما يبقى سيستم زي ده والاقي الشركه مش متفعل فيها الورك فلو. يعني انت سايب اليوزر حر يعمل قيد اليوميه صح او غلط ويعمل بوست، طيب فين الفاينانس مانجر؟ فين السي اف او؟ فين الكل ديبارتمنت او كل ديبارتمنت هيدر؟ فين يا جماعة كل مدير مسؤول يعمل ريفيو ابروفال؟ فايدة السيستم هنا انك بيبرليس، انك ما يبقاش ما ينفعش ان اليوزر يعمل انتريز ويطبع لك ورقة وتقول للمانجر بليز ابروف ابروف انسى بيبر، يعني انك تعمل ابروف او يعمل ساين ان ذا بيبر. هذا ده كده مش نظام سيستم، لا بالعكس ده سيستم قوي جدا جدا جدا. لان الناس اللي بتكلمني او الشركات اللي بتكلمني بتقول احنا ما شفناش حاجه في الامبلمنتيشن او ان السيستم مايكروسوفت مش قوي. يا جماعه لا، العكس العكس جدا، السيستم زي ما قلت وباكد ان السيستم قوي جدا، هو عيب في الامبلمنتيشن. فاذا الخلاصه ان انا لازم اكون اوير بالسيستم، حتى الادارات اللي موجوده لازم الامبلمنتر سواء كان كونسلتانت او بارتنر، ان في النهايه ان كل قسم لازم ان الاستشاري يبقى اتشيف للريكويرمنت، يحقق له متطلباته. ومفيش حد يا جماعه في شركه والاستشاري بيعمل له امبلمنتيشن زي ما قلت ان يعمل ساين اوف، محدش يوقع الا لما بيستلم كل الامبلمنتيشن اللي هو محتاجها. ما ينفعش يعني انت دلوقتي بالعكس، ده انت المفروض الامبلمنتر اللي بيعمل لك امبلمنتيشن بيتيك بروبوزال. انت ك ديبارتمنت ممكن انت تكون في حاجه انت مش واخد بالك منها، فلازم هنا الكونسلتانت ياخد باله من النقطه ديت، ولازم يديك بروبوزال يقول لك لا خد بالك ده في ورك فلو مش مفعله، ده المفروض نعمل فاليديشن هنا، ده المفروض نفعل الادفانسد رول ستراكشر، ده المفروض يبقى عندنا التقارير الفاينانشال ريبورت، المفروض يعمل لك داشبورد زي اللي موجوده قدامك هنا اللي انت شايفها في الشاشه. لا بالعكس،
يعني زي ما قلت السيستم قوي جدا ومشتغل في الشركات الكبيره جدا، يعني حتى الداينامكس 365 ما شاء الله الريتم بتاعه او الرانك بتاعه مرتفع جدا في السوق الايام دي. يبقى اذا احنا بنقول ان كل ديبارتمنت يشوف هو شغال ايه، ولازم all requirement تبقى implemented in the system، لازم تبقى حصلها عملية implementation في السيستم. اوكي ادى الجزء الاول، يبقى انا لازم اكون مركز ان انا اعمل validation، ان رقم اتنين ان يبقى عندي work flow، رقم تلاتة يبقى عندي reports. التلات لازم برضو ان استخدم الموديولز صحيحه. يعني ايه استخدم الموديولز صحيحه؟ يعني ما اجيش مثلا من جي ال واسجل عليها الريكورد الخاصه بالفيندور بالكاستمر بالفيكسد اسيد، نو ما ينفعش اسجل من جي ال، لازم كل اعمل كونفيجريشن للاكونت بيبول للاكونت ريسيفابول للتاكسي، كل الموديولز وكل الموديولز استخدمه. طب ايه الفايده؟ لان كل موديولز فيه فيتشر اضافيه. يعني مثلا لو جينا ندي مثال بسيط على الايه الكاستمر، انا لما بعمل ريكورد سواء للفري تكست انفويس او للكاستمر بايمنت، او سواء كانت الانفويس من السيلد اور سيلز اوردر اور من البروجكت، ففي الحاله ديت انا لما بعمل ريكورد من المكان الصحيح بعرف اعمل تسويات، بعرف اعمل سيتلمنت البايمنت وذ ذا انفويس، بقدر اعمل عمليه مثلا نقدر نقول كوليكشن، بقدر اعمل الايجنج، بقدر اعمل الكيسز، وبقدر اعمل الاكتيفيتيز، بقدر اعمل الرايت اوف للانفويس، بقدر اعمل كوليكشن ليترز، بقدر اعمل كريدت ليميت، بقدر اعمل ايه نقول ترمز اوف بايمنت، كل ما هو كل الفيتشرز اللي موجوده في الموديول لازم استغلها. لازم ببدا اعرف اعمل اجريمنتس ل السيلز بتاعتي، اقدر اعمل ديسكاونت. اذا ما ينفعش ان انا ما استغلش كل مديول. مايكروسوفت مش حاطه كل مديول كده هباء او شكل، لا، كل مديول له فيتشرز كتيره لازم وفانكشنز لازم تعمل امبلمنتيشن لكل مديول عندك في الشركه. مثال ثاني البتكاش مثلا، يعني اول عهد واحد يقول لي، او معظم الشركات اللي شفتها او معظم الاونرز والناس اللي بعتت لي ان بيريكورد البتكاش من الجي ال. يعني طيب ايه الاستفادة انك تسجل اللي تخفض او تخفض العهدة خاصة بموظف من شاشة جي؟ لا، انت في عندك موديول عظيم اسمه اكسبنسز مانجمنت. الموديول ده لازم نعمل فيه امبلمنتيشن. الموديول ده بيتكلم عن 3 نقاط رئيسية، حاجة اسمها ترافل ريكويزيشن، حاجة اسمها الكاش ادفانس، حاجة اسمها اكسبنسز ريبورت. هو الترافل ريكويزيشن دي حاجة اللي احنا زي ما انتم عارفينها، ان انت بتعمل طلب مثلا هتسافر to implement project or to for expenses any expenses، يعني فانت بتسوي travel requisition وبيمشي في ورك فلو بيتعمد من المانجر، وبعدين ببدأ اطلب او request cash advance، لان انا ال travel requisition بتاعي it is approved then we must make cash advance. لما بعمل cash advance وبستلم ال cash advance ببدأ بقى بشوف الرحله بتاعتي، وبعد في النهايه بجيب فواتير، فبدخل على الاكسبنسز ريبورت هنا عشان اسوي واعمل سيتلمنت للكاش ادفانس. يبقى ده موديولز مهم جدا واساسي جدا، وبالعكس ده انتجريتد مع البروجكت. يعني وانا بسجل مصروفاتي اذا كان الاكسبنسز دي على بادجت، اذا كان في ريستريكشن، اذا كان في بوليسي، بقدر اطبقها كلها على الايه في موديول اكسبنسز مانجمنت. يبقى انا يعني لو اتكلمت كتير كلام كتير جدا جدا، لكن بس انا بعرفكم ان السيستم فيه شغل كتير وفيه يعني موديولز كتير وفيتشرز كتير وفانكشنز كتير، لازم كل شركة تستغل الفانكشنز ديت وتقدر ايه تستفاد بالسيستم. ليه؟ لان انا مش جايب سيستم اكسل، ده انا سيستم بدفع له فلوس كتير لايسنس وامبلمنتيشن وكده، فانا لازم يبقى اكون عندي اقصى الاستفاده من النظام. بالاضافه برضو النظام بيدعم البروبرتي مانجمنت. يعني ناس كتير او ناس كتير بتقول لي لا فعلا السيستم بيدعم البروبرتي مانجمنت، انا ممكن اعمل اداره لاداره الاملاك عندي من خلال بروجكت مانجمنت اند اكاونتنج. البروجكت مانجمنت اند اكاونتنج موديول عظيم بيتكلم فيها شغل كتير جدا، بيتكلم فيها عن كل انواع البروجكت، فيكسد برايس، فيكسد برايس كومبليت برسنتيج، كومبليت كونتراكت، بيتكلم عندي تايم اند ماتيريال بروجكت، بيتكلم عندي عن الانفستمنت، بيتكلم عندي على التايم، بيتكلم عندي على الكوست. قصة كبيرة جدا جدا، وانا مدي فيها كورس
لا حاجة عظيمة جدا جدا البروجكت مانجمنت، واقدر اكونترول البروبرتي من خلال السيستم طبعا، بالاضافة لمديول الاسيد مانجمنت عندي، بالاضافة للاسيد ليزنج موضوع الايجار، وازاي برضو ان انا ما يكون مؤجر سيارات او مؤجر اي شيء في النهاية بقدر استحوذ على الاصل ده، فده برضو في عندي الاسيد ليزنج. في عندي تاني المشاركة طبعا، موديولز كتيرة زي الانفنتوري مانجمنت، زي الورهاوس مانجمنت، البرودكشن، بنتكلم برضو عن الادفانسد وير هاوس مانجمنت، ازاي تشتغل في الموبايل ابلكيشن داخل الوير هاوسز. عندك برضو المانيوفاكتشرنج زي الديسكريت مانيوفاكتشرنج، البروسيس مانيوفاكتشرنج والفرق بينهم، وايه هو البوم والفورميولا، ايه هو الراوت، ايه هو اللين مانيوفاكتشرنج، كل الكلام ده موجود عندنا ومتاح ومهم جدا. وعندي بالعكس عندي فلور مانجمنت اكسكيوشن، بقدر ان انا اعمل فلور مانجمنت إدارة للتصنيع. كمان عندنا ال Product Information Management and Accounting. يعني لو فتحت في الكلام أتكلم كتير جدا، لكن الخلاصة أرجع لكم للنقطة بس الأساسية بتاعنا، تقسيمة السيستم بالنسبة للكونسلتانت. زي ما قلت لكم ناس كتير اللي بتعمل شفت كارير طبعا بياخدوا معايا في الكورسات، فالناس ديت فعلا مش تايهة، يعني مش عارفة ايه هو السيستم وايه هو الشغل اللي في السيستم. فمثلا لو جينا نتكلم في الفاينانس، هنتكلم في الفاينانس هنقول ايه هي المين موديولز الأساسية عشان تبقى فاينانس كونسلتانت. أول حاجة لازم عندك الجنرال ليدجر، لازم يكون عندك الأكاونت بيبل والأكاونت ريسيفابل، الكاش اند بنك مانجمنت، البادجيتنج، الفيكسد اسيت، هنتكلم برضو في الكريديت اند كوليكشن، تتكلم في التاكس، تتكلم في الريفينيو ريكوجنيشن. 9 موديولز، 9 موديولز هنا لازم عشان نقول انت فاينانس كونسلتنت لازم تبقى مش اوير، تبقى فاهم جدا ال9 موديولز دول مهمين جدا. طيب يبقى انت كده الفاينانس كونسلتنت. الحاجة التانية، ولو حبيته ممكن تبقوا تحط لي تعليقات وانا ابعت لكم الكونتنت الخاصة بالموديولز دي. الجزء الثاني اللي بيخص السبلاي تشين مانجمنت، بنتكلم في البرودكت انفورميشن مانجمنت، بنتكلم في الانفنتوري مانجمنت، بنتكلم في الوير هاوس مانجمنت، بنتكلم في حاجه خطيره وجميله جدا الماستر بلاننج، بنتكلم في السيلز انت ماركتنج، بنتكلم في البروكرمنت اند سورسنج. هذول موديولز الخاصه بالاي بي السبلاي تشين. طيب عند المانيفاكتشرنج زي ما قلت لكم احنا عندنا 3 مين بارتس في المانيفاكتشرنج، البروسيس مانيفاكتشرنج والديسكريت مانيوفاكتشرنج، واخيرا اللين مانيوفاكتشرنج، وطبعا الايه الاستراتيجيز اللي موجوده فيهم سواء ميك تو ستوك اور ميك تو اوردر او كونفيجر تو اوردر اور انجينير تو اوردر. دي الاستراتيجي اللي احنا بنشرح عليها او بادئين بيها بنشتغل بيها المانيوفاكتشرنج. طيب في عندي البروجكت مانجمنت اند اكاونتنج زي ما قلت لكم اتكلمت فيه خلاص. في عندي حاجة تانية اللي هو الريتيل طبعا، اللي هي الكوميرس اند ريتيل، ده حاجة خاصة ببيع التجزئة. وطبعا عندي الاتش ار والبيرول. الاتش ار يا جماعة ستاندرد، عشان برضو في ناس كتير بتتلخبط، الاتش ار ستاندرد موجود في كل الشركات، موجود في كل انحاء العالم، لكن المشكلة عندي البيرول. البيرول اللي جاي مع مايكروسوفت ده نوت، يعني بنقول ان هو نوت سبورتد ان جالف كانتريز، يعني مش سبورت داخل دول الخليج او الدول العربية عموما. فاللي بيحصل حاليا في مايكروسوفت ان انت بتاخد كل الموديولز اكسبت البيرول. البيرول ده بقى انت بتقدر تشتري من ثيرد بارتي، بس لازم الثيرد بارتي يكون تراستد، عشان زي ما قلت لكم لو البيرول مش كويس ممكن طبعا الانتجريتد تكون مش كويسة، فممكن يبوظ لك السيستم، خصوصا ان هو يبقى مسؤول عن الرواتب والاقامات وتصريح العمل، وهيبقى مسؤول على الميديكال انشورانس، هيبقى مسؤول على الفاكيشن، على السيتلمنت، على السالري، كل الاشياء دي هتبقى جايه من البيرول، فلازم تبقى اوير بالكلام ده. يبقى احنا كده يا جماعه قدرنا نلخص بس وندي جزء بسيط من البرنامج. اتمنى تكون الامور واضحه، وسامحونا على التاخير بس في ضغطه الكورسات اللي انا فيها، في وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.